اختتم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة ورشة عمل في الكويت تناولت المهام والأدوار الرئيسية لنظام تفتيش العمل العصرية. وتهدف هذه الورشة الممولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والتوجيهات المطلوبة لتحسين وتطوير قدرات تفتيش العمل بغية ضمان الامتثال لقانون العمل. وشارك في هذه الورشة التي استمرت 5 أيام أكثر من 20 مسؤولا رفيع المستوى من الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن منظمة العمال وأصحاب العمل. ورشة العمل اللي تحضرون ختامها اليوم هي مهمة جدا على مستوى المشروع، بحيث أن راح تصدر من قبلها توصيات يتم اعتمادها بالتعاون مع ممثلين الحكومة وأطراف الإنتاج الأخرى، ممثلين في اتحاد العام لعمال الكويت وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت بيكونهم ممثلين أصحاب العمل. بناء على هذه التوصيات راح يتم رسم خطة عمل وسياسة للفترة القادمة، بناء عليها يتم وضع آليات لتطوير نظام تفتيش العمل المطبق في دولة الكويت.